تجربة مهمة جدا وبتبقى نموذج للفلاح علشان يشوف نجحت ولا لأ، وجاره بيتعلم منه، وجاره لو ما يكون عنده مشكلة دايما بيروح يسأل ويشوف، يقول له انت حلتها ازاي، لو حصل عنده مشكلة حشرية يقول له انت المبيد اللي جبته ده جاب نتيجة ولا لأ، حصل عنده مشكلة في جمع المحصول يقول له طب النهاردة انت اشتغلت ازاي. النهاردة لما يكون في مشكلة في ارتفاع نسبة ملوحة المياه بتأثر على الانتاج، في مزارعين موجودين معانا النهاردة عشان يشوفوا نتائج التجربة، وعلشان هم ليهم تجارب سابقة بزراعة الفراولة على مياه فيها نسبة ملوحة مرتفعة. تعرف بيك واحكي لي ايه اللي حصل معاك. كمال السني حضرتك، احنا انا ما بزرعش مشتل هنا بسبب الملوحة العالية، لان السنة اللي فاتت اللي قبلها ان شاء الله زرعت والمشتل قفل، بس لما نقلته في الارض برضه بسبب الملوحة ماتت، فديك بيأثر علينا بتأثير. بص في يعني حتى لو نفعت المحصول ما تبقاش عالي والتكلفة بتبقى عالية، فالفلتر وبتنشال بدري يعني بتخلص بدري بسبب الملوحة، بتطير الجذور بتنشف وتزود معاك في التكلفة، عفن ومنشط الجذور يعني كل اسبوع لازم تحط عفن ومنشط الجذور. انا نفسي التجربة تنجح عشان انا انجح. في البداية كده مبشرة ولا لا؟ مبشرة جدا. وكله مستني يعني، كله مستني يعني، كل اللي انت شايفهم دول مستنيين التجربة يتأكدوا منها 100% عشان خاطر كله هيجيب فناتر. برضه حضرتك قبل التسجيل قلت لي ان انا كنت بعاني في زراعة الفراولة، احكي لي اتعرف بيك الاول. هاني محمد ابو عزيز. ايه الموضوع ده؟ انا بقالي 15 سنة بزرع فراولة، السنة ما زرعتش مشتل عشان الملوحة، حللت المية جت 800. 800؟ اه. السنة اللي فاتت زرعت ربع فدان ما خدتش منه حاجة، صرف عليها 10000 جنيه وما خدتش منه حاجة. راحوا مني عشان اصلا ما ازرع تاني واكلف وما اخدش حاجه مني. اللي انت شايفه النهارده ايه رايك فيه؟ والله كله بيشكر فيه. احنا عايزين انت شايفه؟ لا انا شايف المشتل هنا السنه اللي فاتت كتير احسن كتير 50% واكتر كمان. المشتل السنه اللي فاتت حضرتك كانت التكلفه عاليه بطريقه يعني لو اشتريت كان احسن لي. عموما انا فخور جدا ان انا موجود في وسط الفلاحين المصريين اللي بيحبوا ارضهم بيحبوا زرعهم. احنا شايفين العدد اللي موجود معانا علشان يبقى في برنامج اسال مجرب. انا معايا شهادات من فلاحين مصريين موثقه بنتائج معالج المياه المغناطيسي. بتقول لي في اضافه اخيره يعني اللي بيرضيك لما بتدق بير طويل بيجيب حاجه اسمها حديد معدوم. أيوة. بيكتم الشبكه يعني انت تزرع عليه سنه هي الزرعيه وبيكتمها. اللي احنا شايفينه يعني انا لما سالت عمرو ده ابن عمي اللي هو ركب الفنتر قال لي الفنتر عنده بيكتم من الحديد. يعني انت شايف النهارده هو تبص تلاقي مفيش ما عادش عليه تليط حديد، يعني بيحافظ على شبكه الرمل. الحديد ده بيليط فين؟ جوه على الفنتر، النقطات نفسها، بيسد النقطات. تزرع هي الزرعيه وخلاص على كده غير الشبكه. الفنتر ده يعني من اللي احنا شايفينه ان تفتيت الملوحه ان هو عمليه تفتيت الملوحه ديك بتاكل الايه؟ بتاكل الحديد. احنا شايفين النقطات سليمه ما فيهاش انسداد، ما فيهاش الحديد، فدي هتوفر عليك في التكلفه. طبعا طبعا الفدان بياخد له 5000 جنيه شبكه، لما المفروض ان هو مثلا بتجيبه بيقعد معاك سنتين ثلاثه. ايوه. النهارده انت لما تزرع عليه زرعه وتروح تغيره اخر السنه ب 5000 جنيه، طبعا دي كلها مصاريف، كل دي تكلفه. هتفرق عليه. معاك جامد. طبعا هتفرق معاك، وما بتحطش الادويه اللي انت هتحطها كلها، ولا بروح اجيب طرد ملوحه ولا مش طرد ملوحه ولا الكلام من ده كله. ان انا بشتغل حاجه مفتتالي الملوحه بتديني نتيجه حلوه، فانا كذلك الامر. يعني انا النهارده لما تبقى مثلا عندي عيل تعبان، الزرعه دي عامله زي العيل ابنك اللي انت بتربيه. انا لما تبقى عندي عيل تعبان بجري اكشف عليه واقول الواد ده خاسس ليه لكن لما بتبقى شايفه حلو ولا اصرف عليه ولا اوديه لدكتور ولا اوديه لبتاع. كذلك الامر الزرع، انت بتشوف الزرعه تعبانه منك بتلحق اجلع بركه واديها للمهندس الاستشاري بتاع الزراعه، طب احط ايه؟ يديك كرتونه الدواء، والكرتونه الدواء ما تجيبش نتيجه.